والسواك مستحب في كل حال وفي كل وقت هذا معناها مد الله جعل هذا واي أول سنايا حالات كسته يا وقت كسته إن لا عادي صدق وصنه إلا بعد الزوال للسائم إلا معناها زوالك بعد كي سماهنا للسائم قفك صناي قفك صومن أو بعد زوال جوا هذا قال الله كهذا كراهية واي وكراهية ولو نفلا صوم كسبها هذا مد صنائه لخبر الصحيحين والدليل إيه لخلوف فم السائم أضيب عند الله من ريح المسك رسول كان وحي صلى الله عليه وسلم قفك أو صائم كأه أفكي سرعت سارا أضيب وحي كأذك بضنتهي عند الله إلهي أكتيسة من ريح المسك مسك أذيكيسة كأعرف بضنتهي خلوفك معناه وحي ليلة تغيرك أو كو إمادة إلكها أما عربك أما أفك خلوفك أنا مركز معناه وحو حسلا أنت بضن بعد الزوال أيوه حسلا وعانا أسبب إيه قاجد هذا أحوال وهاجرته وأتكاد مؤكد أو نقضه وهكذا عند إرادة الصلاة قف مركو صلاة إنه دكذا أو دانه إنه عادي صلاة صنم مؤكد أول وعند الاحتلال قف مركو لقصو حاضره أجلس لقصو حاضرته أصلاً إنه عادي صلاة سيد الرسول كان صلى الله عليه وسلم مركي أجلس لقصو حاضرتي أو نبت عائشة وكجي في زائد عادي صلاة ليرسف في عنه عادي صلاة وعند الصحاري هرابوت قف إنه عادي صلاة صنم مؤكد أول مركو قف عنه عنه أيضاً إنه كعادي صدق النداس وصلنا مؤكد أهوى سائم كأسجن إنه عادي صدق وصلنا مؤكد قبل الزوال شن ساعة عفر ساعة صدع ساعة قفك صومن إنه عادي صدق صلنا مؤكد أهوى عند قراءة القرآن والحديث والعلم الشرعي قفك مركو إنه آخر يقول دانه قرآن أما حديث أما علم شرعي إنه عادي صدق صلنا مؤكد أهوى ذكر إلهي أكله قفك هو ربا إنه ورديه أسجن إنه عادي صدق وصلنا مؤكد وعند تغير الفم أفك مركو قفك أو دار صامه أو دار صانه أو كدرامه إنه عادي صدق صنم مؤكد أول وعند الدخول المنزل أفك مركو دانه جرجس إنه قلا إنه عادي صدق وصنم مؤكد وعند إرادة النوم أفك مركو دانه إنه هرده أو هرده أو دانه إنه عادي صدق أيضا صنم مؤكد أهوي على جوح ولاية هي مراتب شن أو ولاية حاجة معناه أفضل يدا يفضلها مرتبوين شن إيه هي ولاية هي واي شن تعزنة mid walba shan ay u sii kala kacee 25 martabo ayay noqonay adiga wuxuu leeyahay 25 martabo xagga macnaha afdaliyada iyo fadliga say u kala fadli badan yihiin laanta lagu cadeysanayo waxa ugu fadli badan geedka la yiraa arak al arak geedkaas ugu fadli badan waay fadliga waxa ku xigo jariidu nakhle geed timiraadka laanta laga soo goostay waxa ku xigo azaytun geedka zaytunka la yiraa adagis waxa ku xigo dhurriix tayyib معناها جد أدقايو أيه معناها كل حاجة فضلك من الأعواد جدها كمدة لا ماها كمدة ثم باقي الأعواد هي معناها لا مه كلو صهري شن تساوي أصي كلك عمد والبو شن أصي كلك حاجة فضلك وهم أركنوا وجوه الرأي الياب سلمندي بالماء هذا قللا أو بيلو قوي كاسة فضل بدن هذا قللا هذا عواد جد انتي أصون نوليس هذا قللا أو بيل ده حد يقول بيلو قوي كاسا ugu fadli badan aadiga lagu cadeysanay waxa ku xigo fadliga thumma almandiyu bimaa alwardi kii lagu qoyo ma alwardi thumma almandiyu birriqi midki caliyadaadi aan dhuftada ku qoysa ku xigo thumma radbul midka macnaha oo khilqa ahaan isku qoyan waa laan hadda la soo jaraa oo qoyan way thumma alyabisu ghayru almandiy waxa ugu dambeeyo midka qalalan oo aan la qoynin kaasa ugu dambeeyo waxa sunnah aadiga inuu ahaado marka la cadeysanayo في عرل الأسنان إلقاها بلار كوده بلار إن الله عدي صده ظاهرا وباطنا إلقاها كوده ظاهر كهو دانك حقي سوعيه إيه وباطنا كوه باطن كهو قده حقه إن معناها بلار كاس الله عديه عربك طول إن الله عدي أسيقى صنعه وحا صنعه إن قفك أو عديه وكوكا بصده قاعد انت ميدك تيه قاعد انت ميدك تيه إن وكوكا بصده أيا صنعه قابك أو قبصنا أيه رسول كينو سوء قبصجري صلى الله عليه وسلم وحي أهد farta liira khinsirada ee farta liira khinsirada wuxuu yeelaa adaga hostis wuu sunno an yakuna siwaku fi ardil asnani dhahiran wa batinan wa fi lisani dhulan waxa sunna ah ilkaha markii la cadeysanayo in loo cadeysado balar dhahirka iyo batinka dhahirka macnaa waxa waa ilkaha qaybta daanka xagiisa xigta batinka macnaa qaybta arabka xagiisa xigta way in macnaha balar loo cadeeyo qaybta kan la saaso kale arabka dhul in loo cadeeyo dhir arabka waxaa kaloo sunna ah gacanta midigta in lagu qabsado
adiga macnaha gacanta midigta ah in lagu qabsado. Shaqsiga wuxuu yeelaa adiga markuu qabsanayo khinsartiisa wuxuu yeelaa adaga hoostiisu yeelaa. Binsarta iyo wasdada iyo sabaabadana adaga korkiisu yeelaa. Ibhaamkana asfala ra'sihi ayuu yeelaa. Waa kayfiyada rasuulka inuu cadaysi jiro waay. Sallallahu calayhi wasallam. Sidaas waa aniga aan u hayo hadda qalinkaas. Saas aan u hayo waay. Macnaha farta liira khinsarada waa faryareyda. Faryareyda macnaha taxtahu adaga hoostiisa ayay yeelay. Binsarada waxa waaye fartan ma arkino maxuu ahaa liira Faadima loo yaqaano af Soomaali. Busdadana waxa waa midaan fardhaxad liiraha farta dheerta. Sabaabadana waxa waaye midaan macnaha murugsitada loo yaqaano waay. Kuwaasna wuxuu yeelaa fowqahu adaga korkiisu yeelaa. Wal ibhaam, ibhaamkana asfala ra'sihi adaga madaxiisa madaxaas hoostiisu yeelaa. Saasu u qabana oo hadda qalanka aan u hayo. Kayfiyadaas ayuu rasuulkeena u qaban jiray adaga. Gacanta dhan adaga ma ku qabanayo? Gacanta dhan saas uguma qabanayo adaga? Maxaa dhacay? Waxa ka dhalanayo baabasiir. Baabasiirka waxa u sababta ah macnaha waxa waaye waxyaalo badan oo sunnada rasuulka la khilaafayo dhibaatay keenta. Adaga saan loo qabto baabasiir qofku ku ridaa saan loo wada qabanayo oo calaasha la gaarsiinayo. Calaasha lama gaarsiiyo qaabkaas loo qabtaa faraha adaga dhanba faraha lagu qabtaa. Calaasha lama soo gaarsiiyo. Waxaa ma arkin maxuu ahay kaloo u qabsanaa oo sunna ah inuu macnaha markuu cadaysanayo inuu bilaabo afka dhinaciisa midigta ah. Kayfiyada ugu cadaysanaya waxa waaye jaanibka midigta ah afkiisa ayuu ka bilaabaa kabacdi markaa saas u camimaa waay. Ilkaha kuwooda alculya wasufla daahiran dahran wa badnan. Ilkaha macnaha kuwooda kore iyo kuwooda sare daahirka iyo baadinka ayuu dhinaca midigta macnaha uu kasoo bilaabaa. Dhinaca bidixda ah sidoo kale ayakana uu yeelaa waay. Carabka ayuu ku xijinaa kabacdi uma saqfi alxalqi saanqaafka ayuu macnaha waxa waaye dhabxana kaan gore kore ayuu macnaha haddana si ladiif oo tartiib ah ayuu adaga u marmarinaa waay. Adaga suufkiisa u marmarinaa. Waxaa sunna ah candhuuftiisa inuu laqo waqta wadci siwaaq. Adaga markuu afka uu ku dejiyo candhuufta inuu laqo. Adaga markuu afka ku dejiyo waqabla an yuxarikahu welina uusan dhaqdhaqaajin oo uusan dhaqaaqi bilaabin inuu candhuuftiisa uu laqo waa sunna waay. Arrinkaasna macnaha waxay macnaha faa'iido ayuu leeyahay. Faa'iido uu leeyahay waxa waaye ammaan ayuu keenaa inuu qofkaas uu ka nabadgalo cudurka la yiraahdo juudaamka iyo cudurka la yiraahdo baraska inuu ka nabadgalo iyo min kulli daa'in bushi kasto. Macnaha waxa waaye inuu carabka markuu uu ku dejiyo adaga ko uu bilaabayo welina uusan shaqadii uusan bilaabin alyadiisa inuu laqo waxay keentaa ammaanun min aljudaami walbarasi wa min kulli daa'in. Inuu qofkaas uu ka nabadgalo cudurka la yiraahdo juudaamka ah cudurka la yiraahdo juudaamka iyo cudurka la yiraahdo baraska iyo wa min kulli daa'in bushi kasto si wal mowti geerida aan ka ahayn. Candhuuftiisa ma laqaayo bacdahu taxriika kabacdi markuu uu cadayo oo wasaqdi iyo wixii ay macnaha soo fuqaan markaas kabacdi ma laqaayo waay. Hadduu laqo waxaa ka dhalanaya waswaas. Waswaasa ka dhalanayo ma laqaayo markaas kabacdi. Waxaa karaaya ah adaga inuu ka dheeraado taako qofka muctadil alkhilqaha ah abuuristiisa ay agtaha gacantiisa aan aada u weyneyn ama gacantiisa aan aada u yaraynin oo macnaha caadiga ah tilaako tilaakadiisa waa inuusan uu ka weyneyn waay macnaha adag. Hadduu macnaha ka dheeraado tilaabo hadduu ka dheeraado inna shaydaana yarkabu cala zaa'id shaydaanka wuxuuba fuulaabo adaga inta zaa'idka oo tilaabada ka zaa'idka taakada dheh taakada inta zaa'idka ka ah.